إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما تركها إلا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فما فاز بما عنده في الدار الآخرة ولا نار جزاؤه بالنعيم والاطمئنان في الدنيا إلا من خشيه واتقاه. فقوام الأمور معاشر الأحبة على تقوى الله جل وعلا في الاعتقاد والتفكير والعمل والتطبيق، في العبادات والمعاملات وغيرهما. فالله الله في الأقوال والأفعال، والله الله في الأسواق والمساجد ودور العبادة. فإن الله جل وعلا قدر الحياة في أيام معدودة، وجعل على العباد من الملائكة من يتابع ويكتب على الأقوال والأعمال وما تنعقد عليه العزائم من القلوب، ثم هو يحاسب ويجازي الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة. فالله الله في البداية، والله الله في النهاية بالتوبة والإنابة. وإننا في هذا السياق وسياقات سابقة نقف اليوم مع قصة من قصص الأنبياء، فيها من العبر والمواعظ والإرشاد والتوجيه ما نحن بحاجة إليه في كل وقت وكل حال. تلك قصة نبي الله شعيب عليه السلام التي تكررت في كتاب الله جل وعلا، فجاءت في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الحجر وفي الشعراء والعنكبوت. اتفقت القصة في سياقها وإن اختلفت في تفاصيلها وطولها وقصرها. أرسل الله جل وعلا شعيبا لقومه، وكان من علية القوم وكبار العشائر والرهط، حتى إنهم لاحقا عندما كذبوه لم يجرؤوا على إيذائه لمكانة عشيرته وقومه، فقالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. جاء شعيب إلى قومه الذين يعرفونه، خاطبهم بلسانهم ولغتهم، ودعاهم أول ما دعاهم إلى تصحيح عقيدتهم وإخلاص العبادة لربهم وترك ما يعبدونه من الأصنام والأوثان من دونه سبحانه وتعالى. وعلى هذا اتفقت دعوة الأنبياء، فإن أول ما يدعى الإنسان إليه عبادة ربه جل وعلا. ولهذا لما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن أمره وأوصاه فقال: فليكن أول إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أساس العبادة والإيمان بالله جل وعلا. وقد تكرر ذلك في قصة شعيب مع قومه. في سورة الأعراف يقول ربنا جل وعلا: وإلى مديان أخاهم شعيب فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وفي سورة هود مثلها،
ويا قوم إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فأوفوا الكيل والميزان. وقريب من ذلك ما جاء في سورة العنكبوت وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر إلى غير ذلك من القصص. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. الإنسان يتصرف حسب تفكيره ومعتقده ويكون سلوكه حسب ما يرى عليه من واجب الطاعة والانقياد لغيره، فإن هو خضع لخالقه وبارئه أيقن وعلم أنه ملزم بطاعة أمر ربه في عبادته ومعاملاته وسلوكه وجميع مناحي حياته، ويعلم أنه ملزم بتصحيح أفكاره وتصوراته وفق إيمانه ومعتقداته في هذا الكون وخالقه ومن يدبره ويسوره ويحكمه. ومن هنا كانت دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تبتدئ من تصحيح الاعتقاد والتفكير والتصور، ثم بعد ذلك انتقل شعيب عليه الصلاة والسلام إلى مخاطبة قومه إذا هم صححوا اعتقادهم وأقاموا عبادتهم لربهم وأحسنوا في علاقتهم بخالقهم أن يحسنوا في علاقتهم بغير خالقهم من الخلق حولهم. فدعاهم أول ما دعاهم إلى الكف عن ظلم العباد وظلم الناس في دمائهم وأموالهم. وقد كان قوم شعيب يسكنون في منطقة تنقسم الآن حالياً ما بين السعودية والأردن، في منطقة تبوك إلى خليج العقبة. كانت تلك المنطقة ممراً تجارياً هاماً من الشرق إلى الغرب ومن الشام إلى الحجاز، فكانت القوافل التجارة تمر تلك المنطقة. وكان قوم شعيب مشهورين بالغش والاحتيال على الناس في أموالهم بما ظاهره المبادلة وباطنه الغش والخديعة والخيانة. فكانوا قد اصطنعوا لأنفسهم من الأكيال والموازين نوعين يطففونها ويبخسون حقوق الناس، فإن اكتالوا من الناس وأخذوا منهم استعملوا المكاييل الكبيرة والموازين الثقيلة، وإنهم باعوا لغيرهم استعملوا المكاييل الصغيرة والموازين الخفيفة. فالكيل إذا نقص والميزان إذا خفف ربما خرج من بعض الكيلوات كيلو واحد واثنين من الكيلو، فيربحون الفارق بين البيع والشراء، وتلك خصلة ذميمة تكون من باب أخذ حقوق الناس بالباطل وبالغش والخيانة. كانت هذه من أشهر مظاهر ظلمهم للعباد وإفسادهم للأسواق، فإن الأسواق إذا عمت الخديعة والغش والخيانة وضاعت الأمانة بين التجار والزبون والتجار أنفسهم فسدت الأسواق وكسدت البضائع وغلت الأسعار. ومن هنا كرر مخاطبتهم في تصحيح أسواقهم وتصحيح تجاراتهم وجعلها تجارات آمنة تراعي حقوق الأطراف، حقوق البائع والمشتري والزائر والمقيم والمسافر والمواطن، يستوي فيها الناس ويأتمن ويأمن بعضهم بعضا على المبادلة فيما بينهم.
لا غش، لا خديعة، لا خيانة في الأسواق، فإن فساد الأسواق كيفساد العبادات. فكما يجب على الناس طاعتهم لربهم في إصلاح عبادتهم وسلامتها من الغش والخديعة والخيانة، كذلك يجب عليهم طاعة ربهم في أموالهم وأسواقهم، وأن تكون أسواقهم سليمة من الغش والخيانة والخديعة والتدليس. ولهذا لما رأى نبينا عليه الصلاة والسلام رجلا أخفى في باطن الطعام ما أصابته الأمطار من البلل، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابت السماء. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فهذا شعيب عليه السلام يكرر مخاطبة قومه، يقول: قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. الأرض كانت أصلحها الأنبياء من قبلهم، دعوا أقوامهم فأجابهم من أجابهم، واستحق الهلاك من خالفهم. فما بقي بعد هلاك المخالفين المعاندين إلا من آمن وأطاع. فأصلح الله الأرض بإيمان أهلها واستقامة أصحابها في عباداتهم ومعاملاتهم، وأهلك الذين أبوا إلا الإفساد في الدين والمعاملة والعبادة. فأصلح الله الأرض بإزالة المفسدين وإبقاء الصالحين والمصلحين. ثم تكاثرت الأمم، فتكاثر قوم شعيب بعد أن كانوا قلة، فذكرهم شعيب بذلك: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين الذين أفسدوا وأبوا الإصلاح في العباد والبلاد والعبادات والاعتقادات والمعاملات والأسواق، كانوا مفسدين فأهلكوا. وذكرهم مرة أخرى بمصير هؤلاء الذين سبقوهم من المفسدين، فقال: ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وهذه لفتة مهمة في قوم لوط، فإن المقام الذي أهلك فيه قوم لوط لم يكن بعيدا عن مواطن مدين وقومهم، إن القرى التي أهلك فيها قوم لوط تقع أيضا حاليا داخل أراضي الأردن، ما زالت معروفة: لا تنبت كلاء ولا تنبت شجرا. تلك الأراضي كان يمرون عليها مصبحين وفي المساء على طريقهم. فقال: وما قوم لوط منكم ببعيد، لا في الزمان ولا في المكان، إذ قوم لوط بعد عاد وثمود وبعد إبراهيم عليه السلام. وفي سورة هود عندما دعاهم لعبادة الله جل وعلا فقال: ما لكم من إله غيره؟ قال: فأوفوا المكيال والميزان. ولما دعاهم إلى طاعته كرسول من ربه جل وعلا في الشعراء قال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه الآيات معاشر الأحبة تدلنا على أن التلاعب في الأسواق والغش في الأموال وظلم العباد في موازينهم ومواكلهم والتدليس في البضاعة والأسواق والبيع والشراء من أهم أسباب إفساد الأرض وإفساد الأسواق، وتدلنا على أنه لا انفكاك بين استقامة العبادة واستقامة المعاملة والأعمال. الإسلام لا يميز في تقوى المسلم واستقامته
وما يستحقه من عقاب ربه أو رحمته بين عبادته في مسجده وبين استقامته في سوقه ودكانه ومحل تجارته. الكل يجب عليه أن يخضع لقانون ربه سبحانه وتعالى، فكما يحرم عليه ويعاقب على الإساءة في العبادة، كذلك يحرم عليه ويستحق العقوبة في الإساءة في معاملاته وظلم العباد في أموالهم بالغش والتدليس والخيانة. ولهذا جاء في كتاب ربنا جل وعلا وهو ربنا يخاطبنا ويحذر من ذلك البلاء وذلك الإفساد في سورة سميت بذلك بسورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هكذا تتفق دعوة الأنبياء في الدعوة إلى إصلاح العقيدة والعبادة، وأنه يلزمها الدعوة إلى إصلاح الأسواق والمعاملة. أما قوم شعيب فقد انقسموا إلى قوم آمنوا به وقوم رفضوا دعوته والإيمان به، فأشار الله جل وعلا لكثرة من كذب أطلق أنهم كذبوا، فقال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وكان وأقر شعيب ذلك بقوله: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وكان من أسباب رفضهم دعوته علمهم ويقينهم بأنه لا تمييز في استجابة الأنبياء والرسل بين عبادة ومعاملة، وأن الصلاة إقامة الصلاة تستلزم وتستدعي إقامة الأسواق. فكانوا مما قالوا لشعيب: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ قال: هذه صلواتك وعباداتك هل هي التي تدعوك وتدعوك وتلزمك في ترك عبادة الأصنام من جهة، وترك الإساءة في التصرف في الأموال من جهة؟ علموا وفهموا من دعوة شعيب عليه السلام أنه لا فرق بين الاستقامة في العبادة وبين الاستقامة في الأسواق والمعاملة والأموال. الشخص المسلم المؤمن بربه جل وعلا يجب أن ينقاد لأمر ربه وحدوده في أمواله ومعاملاته وفي أحكامه وسلطانه وسياسته وفي معاملاته وعلاقاته بأصدقائه وجيرانه وأزواجه وعشيرته. الكل عبد، هو عبد في الجميع، يجب أن ينقاد لربه جل وعلا. له حدود وضوابط، له فيه محرمات وموانع، فيه واجبات وملزمات، فتجب عليه الطاقة طاعة من باب عبوديته وإيمانه وطاعته لربه جل وعلا. فالحياة شيء واحد، شيء واحد في الاعتقادات والتصورات وفي الأقوال والأفعال، في المساجد والعبادات وفي الأسواق والسلطان والحكم والمعاملات. الكل شيء واحد، لا تمييز لا تفريق. الدعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم محمد عليه السلام لا تقبل التمييز، فليس هناك شيء يقال ذاك دين وعبادة وتلك حياة ومعاملة منفصلة، ذاك غير مقبول. وقد علم ذلك قوم شعيب مع كفرهم، وكان من أسباب كفرهم عدم رضاهم في الخضوع لخالقهم في أموالهم. فهل نحن نكون كذلك معاشر الأحبة؟ فنملئ المسجد، تكون مساجدنا ممتلئة، نسجد ونركع، ثم إذا خرجنا إلى أسواقنا انخلعنا من بطاعة ربنا
وتصرفنا كتصرف المفسدين والمنافقين والمعاندين، فلا تحكم أسواقنا طاعة ربنا ولا خشية من خالقنا ولا حدود لها من التحريم والتحليل، أن نكون كقوم شعيب ننكر الربط بين الصلاة والبيع وبين الحكم والعبادة. ما هكذا يكون الإيمان معاشر الأحبة، أن نقول كما قال قوم شعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ثم نقول ونحن مستنكرون لذلك: إنك لأنت الحليم الرشيد. إياك أن تكون كذلك أخي الإسلام، أخي في الإيمان. هكذا كان قوم شعيب لما أنكروا، حذرهم نبي الله شعيب وهددوه بأنهم يفعلون ويفعلون ويفعلون، إلى أن قالوا: ولو رارهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فقال يقال: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ثم جاءت العقوبة ونزل عذاب الله جل وعلا على الذين كفروا من قوم شعيب، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وتولى عنهم وقال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. أنتم لا تحبون ناصحا ولا تسمعون لناصح. وختم ربنا جل وعلا قصة هلاكهم في سورة هود: ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. هلاك وبعد عن رحمة الله جل وعلا لهؤلاء المهلكين من قوم شعيب من أهل مدين، كما كان مثل ذلك لمن كان قبلهم من قوم ثمود الذين عصوا صالح. ومن النكت المهمة في قصة شعيب ما يتكرر في أذهان المجتمع عندما تدعوهم إلى الكف عن ظلم والإفساد مما يرونه مكسبا ومربحا في حياته، وهو أنهم يتهمون الناصح الداعية بأنه يريد أن يستأثر بذلك الجاه أو بذلك المال، وأن هذه الدعوة إلى الكف عن الظلم والمحرمات ليست دعوة من القلوب خالصة، إنما هي دعوة استغلال يريد أن يستغلهم ينهاهم ويفعل. فنفى شعيب عليه السلام ذلك من دعوته وغايته وطريقته، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أريد. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.